هلا بعد الروتيت خليني اروح على الاوفست، اختصارها او اف. ايش تعمل الاوفست؟ هلا بعد الروتيت خليني اروح على الاوفست، اختصارها او اف. ايش تعمل الاوفست؟ حتعطيني ability ان انا اعمل copy بموازاة الاوبجكت تبعي باتجاه عمودي عليه بمسافة معينة. فلو اخذنا الاوفست حكينا له انه انا بدي اياك تعمل اوفست على مسافة 5 متر. بدي copy يعني حافظ لي على السورس او حافظ لي على الاليمنت الاصلي، والنيوميريكال لاني انا عم بحدد المسافة. فبروح بهذا الاتجاه، اخذ لي اياه لليمين او على يسار الوول، بحط الماوس بياخذ لي اياه لليسار حسب انا وين الاتجاه اللي بدي اياه بعمل كليك. وبكل مرة انا بعمل فيها كليك وبيعطيني ability اخذ offset جديدة. ان كيس انا بدي اياه graphical، سو انا بعمل graphical، حكيت له copy، كبست على الاليمنت، بعدين بحكي له خذ لي اياه offset بهاد المسافة على السكرين. اذا في عندي ريفرنس على السكرين معناته باخذه من سناب بوينت لسناب بوينت تاني، او من بوينت على الاوتوكاد باك جراوند، او اي ريفرنس موجود عندي على السكرين. تمام، هذا بالنسبه للاوفست. نشوف الميرور. هلا لو اخذنا هدول التو اليمنتس عملنا عليهم سيلكت، وانا بدي اعمل لهم ميرور على الجهه الثانيه من الجدار الافقي، بروح عندي تو اوبشنز، ايذر اني انا باخذ ميرور بيك ان اكسس او ميرور درو ان اكسس. بيك ان اكسس حتعطيني ability ان انا اكبس على خط موجود عندي في السكرين، يعني اذا باخذ سنتر الجدار هاد سنتر لاين، او باخذ الخط اليمين او الخط اليسار تبع الوول. بلاحظ انه باي ديفولت هو بس عم بيعمل لي سناب على مين؟ على السنتر لاين تبع الجدار، صح؟ على السنتر لاين تبعه. سو انا اذا بدي اخذ هذا الخط تحديدا عشان انا بدي احكم المسافه بالضبط، او هذا الخط تحديدا، بعمل كليك على التاب. دائما التاب تعمل لي alternative of selection. تمام؟ سو اذا انا بدي واحد من هدول الخطوط بعمل تاب، وانا عامل سيلكت على التو وولز، اذا عملت كليك على الاكسس it will mirror it automatically للجهه الثانيه من الاكسس اللي انا عملت عليه بيك. Let's say اني هلا انا بدي اعمل هون ميرور اكسس وما عندي اي ريفرنس، سو انا عندي ability اروح اعمل draw an axis dm اختصارها، واذا عملت انا كليك من هون لهون هيعطيني ability ان انا رسمت هذا الميرور اكسس.